محدش يقدر ينكر ان مصر بتواجه ازمة من اخطر الازمات اللي واجهتها على مر عصورها، وده بسبب عوامل كتير قوي، اهمها نقص العملة الصعبة وزيادة الديون على الدولة. بس يا ترى هو ايه حل الازمة دي؟ وكان ايه اقتراح رئيس جمعية الاستثمار المباشر لحل الازمة؟ وايه حكاية صندوق الدولة الدولارية؟ كل ده واكتر هتعرفه بس تابعنا في تقريرنا النهاردة. انا ملك ريان، تابعونا. خلال السنين الاخيرة مصر عانت من ازمة تعتبر من اكبر الازمات الاقتصادية اللي تعرضت ليها، زي مثلا ازمات الدولار والاستيراد وزيادة حجم الديون على مصر بسبب الاقتراض. بس يا ترى هو ايه حل الازمة دي؟ حسب تصريحات هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً لقناة العربية، إن في حل طارئ وعاجل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية نهائياً، وكمان هتقدر من خلاله إنها تسدد ديونها. وقال إن أهم أزمة بتواجه مصر هي نقص الدولار، وده بسبب انخفاض تحويلات المصريين من الخارج بشكل كبير جداً، وكمان بسبب وجود سعرين للدولار، سعر في البنوك وسعر في السوق السوداء. مفيش أي استثمارات عربية أو أجنبية بتدخل مصر، وعشان كده في حل قصير ومتوسط الأجل، وده عشان نقدر نحل أزمة تدبير العملة، وهو إنشاء صندوق سيادي يضم إيرادات الدولة الدولارية كلها في مكان واحد. ولما تسأل عن وظيفة الصندوق ده رد وقال إن مهمة الصندوق هو استقبال جميع إيرادات الدولة الدولارية القادمة من الغاز والبترول وقناة السويس والسياحة وغيرها، عشان تدخل في الصندوق السيادي اللي هيصدر سندات لمدة 50 سنة بقيمة 70 مليار دولار في الأسواق الخارجية. وبالتالي دي خطة أنت هتقدر بيها تسدد الديون اللي معاد سددها قرب، وفي نفس الوقت الدولة تشتغل على إعادة جدولة الديون بحيث إنها تمد فترة السماح بسداد الديون، ودي حركة متعارف عليها وبينفذها الشركات والأفراد والدول عادي جدا. وفي المقابل انت هتستغنى عن 7 مليار دولار من إيراداتك الدولارية كل سنة، والسبع مليار دول هيروحوا فوايد للي اشتروا منك السندات، وده لغاية ما تسد ليهم المبلغ الأصلي اللي اشتروه بعد 50 سنة. ده كمان الصندوق ده هينزل سعر الدولار للسعر الطبيعي بتاعه، ومش هيبقى فيه سوق سوداء، وده هيشجع الاستثمارات تدخل البلد لأن بقى فيه سعر موحد للدولار. أنا بقى لو هتكلم عن برنامج الطروحات الحكومية لزيادة دخل البلد من الدولار، فهني توفيق شايف إن ده حل مؤقت ومش مناسب. من وجهة نظره في صعوبة في بيع الشركات المطروحة ضمن البرنامج، لأن صعب حد يدخل يستثمر في بلد فيها سعرين للدولار، وقال أنا محتاج أعمل حل جذري بإصدار السندات دي. وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية يعلن الانسحاب الكامل مش بس الجزئي من كل الأنشطة الاقتصادية بالصناديق والهيئات الخاصة، وده لو حصل سعر الدولار هيكون بـ20 جنيه، والاستثمارات هتدخل بسرعة البلد وكل الأمور هتتحل، وكمان مش هيكون فيه سوق سوداء. وقال كمان لازم يبقى في حاجة اسمها وحدة الموازنة وتكون تحت عين وزير المالية والبرلمان. وكمان قال ان مصر حاليا متعثرة في سداد الديون، لكن رغم ده الدولة فيها ثروات وطاقات كافية تقدر من خلالهم تسدد اللي عليها بخطط قصيرة الاجل لمد الدين. ودلوقتي قولنا رأيك في مقترحات هاني توفيق.